هذا أسلوب، بس في أسلوب يا جماعة بسيط ولطيف ومخيف للمشاهير. هذا الشاب الصورة الجاية، المشاهير يتمنون أمنية ما حد يدري عنها، أن هذا الموقع يكشف كل شيء في موضوع المشاهير. السلايد يقول هذا الموقع شباب اسمه snapalytics.io، هذا الموقع الوحيد في العالم اللي سناب شات معطيه اكسس للداتا حقت ايش؟ السناب نفسه، الموقع سناب هذا الموقع الوحيد اللي معطيه الموافقه يستخدم الداتا حقته. تدخل فيه وتشترك حلو؟ طريقه الموقع شباب كالتالي، تدخل الموقع، طبعا الاشتراكات بفلوس، هذول الشركات افضل. اي فلما تدخل اذا عندك حمله تسويقيه تكلم كيف تقيسها؟ فتدخل وتحط يوزر ايش؟ احد المشهور اللي انت تبغاه، عندك مثلا 5 اشخاص مشهورين او 10 مشهورين، بدل ما هذا يصرف عليك وهذا متابعتي 100,000 وهذا 50 ما اعرف ايش، لا ما يحتاج هذا، خله يريح. ادخل موقع هذا ودخل فقط وشو؟ اسمه يوزره. موقع يعطيك وشو؟ رقم واحد كم مشاهدات عنده؟ واحد. اثنين، هذا الاكثر خطوره، يعطيك كم شخص سوى سكيب. واضح يا شباب؟ زين يا شباب؟ في التسويق يا شباب يجب ان تعلم كل شيء. تفضل. الصوت شاب ركزوا معي تفضل. هل يعطيني معلومه عن حقيقه هؤلاء المشاهدين ام هم مشاهدات وهميه؟ طبعا يعطيك كل شيء. ايوه يعطيك كل شيء يا شباب. حقوق شباب سام محمد، هذا الموقع انا شايف الان كثير من الشركات الان مدراء التسويق يطرون هذا الموقع، بس هذا اللي بيصير، لازم يصير هذا الشيء، لازم سوق الاعلانات في السعوديه يتم ايش؟ ضبطه، لان الوضع اللي صاير يعني حوسه. حتى القنوات الكبرى في الوطن العربي اتصل معي مديرها قبل فتره لطلب هذا الموقع وضبط القضيه اللي قاعد تصير انه يتم ضبط. تفضل. لكن هذا ما اقدر اسبسب عن اسم مشهور الا باشتراك. طبعا باشتراك يعني ما اقدر اشوف الا بمبلغ يعني. اي باشتراك، لان هم ما يصلح كذا، مو مفتوح للناس في الموقع. كم مبلغ؟ والله عاد ما ادري عن التفاصيل، ممكن تدخلوا تشوف. القصد يا شباب، القصد تفضل بس. حوسه كيف؟ حوسه انه اذا انت داخل في مجال التسويق، انا كمتخصصين التسويق، الوضع بين المشاهير وبين الشركات ما في احد يضبطه. انت في مجال التسويق؟ اي يعني ممكن انت كمشهور تجي تقول والله متابعاتي 2,000,000، انا كمسوق ما عندي اي شيء يثبت معك او ضدك، ما ادري. طيب واضح؟ طيب ممكن حركتك هذه انه تشوف ان السناب شات غطى عليكم على التعب اللي قاعدين تسوونه، فقاعدين ايش؟ خلوه احنا نسوي ان احنا قفطنا حقين السناب. لا بالعكس، بالعكس صح. اسمه كريم صالح القحطاني. صالح اخوي صالح. بالعكس، هذا الموقع ميزته ان الشخص الصادق سيتميز والكاذب ايش؟ يطلع. لذلك شو قلت لك بدايه الدوره؟ الكذب ايش؟ حبل قصير. طيب بس الحين الشخص الصادق المتميز هذه المعلومه تسره ولا تضره؟ تسره طبعا. اللي عنده 1,000,000 متابع بالعكس يتمنى انه بيطلع الناس اللي مو صحيح على السوق. معليش اذا سمحت لي بس. تفضل. الحين مثلا منطقه، مثلا قول منطقه مدينه ابها مثلا. جميل. الحين في ابها يسال مثلا صاحب الشركه، يسال منو المعروفين هنا في المنطقه، يجونك يقولون فلان وفلان وفلان. جميل. ثلاثه اربع ما يتعدون ثلاثه اربع. حلو. ايش معناته كل ما سال قالوا فلان معروف هنا، معناته له جمهور وله متابعين. اي ما عندي مشكله. طيب ما عندي مشكله. اي لا ما عندي مشكله. كالتالي لما اسال هذا اللي معروف يقول كم متابعين؟ يقول 500,000. لا 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 لما اشيك على الموقع القاه 50,000. كمل معلش تسمح لي اكمل. تفضل. مثلا اللي معروفين متابعين للسوشيال ميديا مثلا في ابها مثلا عدد قول 100,000 مثلا. جميل. تمام. هو مثلا عرف ان عدد كبير قاعدين يتابعون فلان، هذا هو من المنطقه، انا ابغى ناس بالمكان هذا اللي انا اكيد اكيد احتاج اللي موجودين فيه، ما احتاج 500,000 ولا احتاج حتى هو يكذب ويقول عدد كبير على اساس يتابعونه من كل مكان، ويبغى بس اللي موجودين في ابها. اكيد هذا الموقع كذلك يعطيك احيانا الناس المشاهير في كل منطقه، حتى اساسا ماني محتاج اروح واسال من مشهور في ابها ولا في الرياض ولا جده، يعطيني اياها جاهزه. جميل. اي اكيد. لا لا تسال انت، يعني في خدمات كثيره. شاب هدفنا من هذه التالي، هدفنا هذه السلايد. طبعا في ابها ان شاء الله، انا انصح في ابها ان ما تعدون صالح. الله اكيد صالح معنا ان شاء الله، يعطيه العافيه.